في استحقاق من المتوقع أن يشهد جذب مزيد من الأنظار الإقليمية والدولية، أغلقت روسيا باب الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستعقد الشهر المقبل. قائمة المرشحين تضم الرئيس فلاديمير بوتين وثلاثة سياسيين يؤيدون جميعا العملية العسكرية التي تخوضها موسكو في أوكرانيا. فقد سجلت لجنة الانتخابات المركزية فلاديسلاف دافينكوف نائب رئيس مجلس الدوما الروسي وعضو حزب الناس الجدد وليونيد سلوتسكي زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي القومي، أما ثالث السياسيين فهو نيكولاي خاريتونوف مرشح الحزب الشيوعي الذي ترشح سابقا ضد بوتين في 2004 وحصل حينها على نحو 14% من الأصوات. واختار الرئيس الروسي الحالي بوتين البالغ من العمر 71 عاما اختار خوض الانتخابات كمستقل وليس كمرشح لحزب روسيا الموحدة الحاكم. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في روسيا على مدى 3 أيام من 15 حتى 17 من مارس، حيث يمكن للرئيس الفائز بموجب الإصلاحات الدستورية الترشح لفترتين إضافيتين كل منهما 6 سنوات.